نهائي مثالي. الاربع فرق فيهم ثلاثة خدوا البطولة قبل كده، باقي انجلترا بس. باقي ساوث جيت. بالظبط، وساوث جيت معاه فرقة محظوظ بالمسار اللي وصل بيه، ممكن يوصل نهائي، انما اتمنى انها اسبانيا عشان الكرة الحلوة. اسبانيا بتقدم كرة حلوة، فالطبيعي ان انت تتوج الفرقة الافضل واللي بتلعب والامتع تاخد البطولة. اللي هي مش قاعدة في الكورة. اللي هي مش قاعدة في الكورة. ممكن كثير مرات اللي يلعب صح. اجمل كورة صح. ما ياخذ البطولة صح، انما لو فرنسا خدتها كابتن محمد هتفكرنا باليونان، هي هي النسخة، ولا بتقدم كورة ولا حاجة، ممكن تلاقيها تاخد الكاس. يعني فرنسا 2018 فازت بكاس العالم، في رأيك كانت لعب كرة قدم اجمل من فرنسا الحالية؟ لو فرنسا فضلت بهذا المستوى وخدت البطولة هتفكرنا بايه؟ باليونان اللي ما قدمتش حاجة وخدت البطولة وكانت دفاعية، هي زي فرنسا دلوقتي. بس الناس تقول يونان في بطل 2004 ولا بيقولوا لعبوا كرة وحشة؟ بيقولوا البطل. بيقولوا البطل صح. عشان كده ما اقول لك بقى، انا عاوزين نفتكر البطل بالبطولة بكرة حلوة وبالكرة الحلوة. فتمني اسبانيا 2008. فتمني اسبانيا. الاربع فرق مدارس كبيره واسماء كبيره، ثلاثه منهم زي ما قلت لك خدوا البطوله قبل كده، فلعل وعسى ممكن انجلترا توصل نهائي، انما زي ما بقول لك انا اتمنى اسبانيا تنتصر للكره الحلوه. ايه اللي اتغير بقى في هولندا في الشوط الثاني يا محمد؟ ثلاث حاجات. اولا السرعه، راس حربة حقيقي، والعمق يا ولد، والمساحه. فين المساحات الفاضيه اللي كان في الملعب، اطراف الملعب؟ فين العمق الهجومي اللي ما كان مفتقد في جور هوست؟ فين الايقاع السريع شمال ويمين عشان تخرج جره وحده على المرمى؟ عشان كده سجلوا هدفين. الاخطاء اللي دخل فيها مرمى تركيا هي هي الاخطاء اللي ظهرت في ماتش جورجيا، ظهرت في ماتش البرتغال، ظهرت في ماتش النمسا. الكرات العرضيه، تمركز في بعض الاحيان سيء، تغطيه مش موجوده، الرقابه مش موجوده، فدي في بعض الاحيان تكلفك الكتير. مع ان طوال قامه واجسام مدافعين منتخب هي مش شرط الاطوال، مش شرط التركيز والخبره. هولندا اعلى خبره، اخبس خطفون في خلال 7-8 دقايق، فرغم ذلك انما تركيا قدمت بطوله كبيره وماتش كبير. كومان يا محمد بيعرف في البطولات المجمعه يفضل افضل ما لديه مع توالي المباريات، وبيعرف يتعامل ويقرا المباراه كويس. هنا هم حركوا، راحوا الشورت باس، الشورت كورنر، حركوا البلوك اللي كان موجود عشان يفتح المساحه لديفري، وكله مركز مع مين؟ فيجر هوست، واخد الناس كلها، واخد 3-4 معاه، والكروس حلو من دبي، راح حاططها في المرمى بمهاره كبيره. فالحاجات الصغيره دي، التفاصيل الصغيره هي اللي بتفرق بالنسبه للفريق ككل. كرات العكسيه، الكرات العرضيه تمركزهم سيء في بعض الاحيان، بيجي حد من الناحيه العكسيه من غير مراقب. الاهداف الثلاثه كابتن عرضيات ممتازه في توقيت ممتاز صح، وقطعت المهاجمين او المدافعين اللي بيروح للكوره ونقابل الكوره. فالحاجات التفاصيل دي هي اللي بتفرق فريق عن فريق، والخبرات هي المهمه في مثل هذه الادوار. تعالى ننتقل لنرحب بمشاري الذي سيصحبكم كالمعتاد في